كاين المتشردين، كاين المتسولين، كاين الناس عندهم امراض، مثلا السيد مريض بالسكر حاشاك ما عندهمش الناس فين يبولوا، ياك راه كتلقى بنادم مزير وما كيلقى فين يحط، راه ضروري غادي يديرها في الزنقه، راه ضروري كون كانت المراحل عموميه ما غاديش كاع يطيح الانسان في هذا المشكل. هذا شارع نقي جات هنا حدا هذا الباص غادي تيبولوا فيها الناس خانزه، يعني هذا راه حشومه، هذا عيب وعار، هذا راه السلطات المحليه ما قايباش بالواجب ديالها. المراحل العموميه في المغرب قليله، وهذا اشكال كبير وحقيقي كتعاني منه مدن المملكه وفق جمعيات لحمايه المستهلك والبيئه. الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك قالت بلي ساحه جامع الافنان في مراكش اللي كتعتبر من اكثر الاماكن زياره في المغرب، فيها 20 مرحاض لما بين 100,000 و 250,000 زائر في اوقات الذروه، في الوقت اللي المعايير الدوليه حسب الجامعه كتطلب مرحاض لكل 10 نساء ومرحاض لكل 15 رجل. واحد الدراسه دارت 2017 في المغرب بينت بلي النساء اكثر استعمالا للمراحل العموميه من الرجال، الشيء اللي كيخلي رحله البحث على المرافق الصحيه لتلبيه الحاجيات البيولوجيه متعبه، لدرجه كيضطروا بعض الناس يقضيوها في المقاهي او المطاعم او المراكز التجاريه، وفي بعض الظروف في القاهره في الشارع او في الجدران في الفضاء العام. وفي حاله ما لقاو مرحاض عمومي فانه كيكون في العديد من الاحيان ماشي نظيف ومهدد لصحه المرتفقين، واحيانا اخرى موجود ومقاد ولكن ما محلوش للاستخدام. وهذه الوضعيه حسب فاعلين جمعويين اضافه لانها حرمان للمواطن المغربي من هذه الخدمه العموميه، فهي كتسئ المغرب كبلد استقبل 14.5 مليون سائح عام 2023 ومقبله على استقبال المزيد سنه 2025 من غينظم كاس افريقيا و2030 من غيشارك في تنظيم كاس العالم. النقص في المراحل العموميه كيلمس الجانب الحضاري ديال المدن الكبرى سواء فصل الصيف او فصل الشتاء، والمواجهه التحدي بدات بعض المدن بحال الدار البيضاء وطنجة وسلاو اكادير في تثبيت مراحل عموميه ذكيه واخرى تقليديه، حيث غتولى جماعات هذه المدن تدبير نظافتها وصيانتها، لكنها ما زالت غير كافيه لتلبيه الطلب الكبير اللي كيشيروا ليه السكان المحليون سنويا. فمجلس مدينه الدار البيضاء اللي بقوا فيها مراحيض تحت ارضيه من عهد الاستعمار قام سنه 2023 باطلاق طلب عروض لتوزيع 50 مرحاض عمومي في افق رفعه ل 100 مرحاض قيمه 60 مليون سنتيم، لكن مازال ما خرجت للوجود بسبب عدم اتفاق رؤساء المقاطعات على اماكن تثبيتها. ومجلس مدينه طنجة ووكاله انعاش وتنميه اقاليم الشمال اتفقوا على تركيب 5 مراحيض عموميه ذكيه مقابل مليون درهم في عروف الشمال على امل تقليص الخصص الحاصل في هذه الخدمات الحيويه. المراحيض العموميه خدمه قرب مطالب بها سنويا، وعكس هذه المرافق للصوره الجماليه والبيئيه ديال المدن كيوضعها في خانه الاولويه حسب مراقبين حملوا على عاتق الجماعات المحليه مسؤوليه تعبئه الموارد ديالها لتجويد الخدمات الصحيه، خاصه انها غتوفر من جهه اخرى العديد من فرص الشغل.